لحديت هلا ما حكينا الا عن نجاحها، كل العالم عم طلع مصاري، كل العالم مبسوطه، بس مثلها مثل اي بزنس ثاني، في ناس بتنجح فيها وناس بتفشل فيها. مين هن نوعين من الاشخاص اللي بيفشلوا دغري بهالبزنس؟ اول نوع من الاشخاص اللي بيفشل واللي هو بتنعرض له برزنتيشن، بس اول ما يفوت بحاول يفتش على ميته الشمال وميته اليمين، برايه لانه هيدي الفكره ذكيه، هو ما بده يخاطر بال 60 دولار، بيقول انا هلا فتش على الشخصين تعولي، ولما بدهم يفوتوا انا بفوت فوقهم وباخذ اول 30 دولار. هلا لاول وهله يمكن تحسها انه هالفكره كثير منطقيه، بس انا حبرهن لك وحاكد لك انه هالفكره خاطئه، وهالنوع من الاشخاص حيفشل دغري. خلينا نشوف ليش. اول سؤال حيساله رفقاتي، هل انت بالبزنس؟ هلا هن اكيد رفقاتك يعني انت ما حتكذب عليهم، حتقول لهم لا. هون حيتسائلوا اذا انت مانك بالبزنس، مش هالبزنس كثير منيحه وانت اصلا مانك فيها، يعني هون حيفقدوا مصداقيتهم بالبزنس. ثاني شيء حيشكوا فيك، انه لو انت مقتنع بالبزنس اصلا كنت انت لازم تكون فيها، بالنهايه اذا انت مانك مقتنع فيها ما تفوت وما تجرب برفقاتك. طيب لنفترض انه رفقاتك كثير بيوثقوا فيك وقالوا اوكي بزنس كثير حلوه عجبتنا وبدنا نفوت، بس انطر علينا لحتى نحن كمان نأمن الشخصين تاعونا. بصير كل واحد يفتش على مايته الشمال ومايته اليمين، بصير انت عندك نتورك كثير كبيره، بس كلها مجازيه بالهواء، ما حدا نطلع مصر. هالنوع من الاشخاص اكيد بيفشل. هلا لكن اتفقنا شو لازم نعمل اول شيء؟ لازم ندفع 60 دولار ونفوت على البزنس. وهيدا شخص دفع 60 دولار وفايت على البزنس. هلا النوع الثاني الاشخاص اللي بيفشلوا واللي هو مثل ما شايف بتنعرض له برزنتيشن بفوت، بس دغري اول ما يفوت بروح هو لحاله بيعرض البرزنتيشن لرفقاته. هلا ممكن ينجح بس على الاغلب حيفشل، خلينا نشوف ليش. خليني اعطيك مثل بقرب الفكره. لنفترض انا في غنيه اول مره بسمعها وعجبتني كثير، بيجي لعندك ثاني يوم حاول غني لك اياها، برايك حتعجبك؟ على الارجح لا. ليش؟ لانه انا اصلا ما عندي موهبه فنيه، ثاني شيء اول مره بسمع الاغنيه انا ماني حافظ كلماتها. ما حتعجبك اكيد الاغنيه. لنفترض انه بعد فتره هالفرقه اللي بتغني الاغنيه اجت على البلد، وانا قلت لك مذكر الاغنيه اللي غنيت لك اياها، الفرقه هون تعال نروح على الكونسرت. حتقول لي اكيد ما بدي اروح معك لانه اصلا ما عجبتني الاغنيه. طيب وانت كمان اذا عملت نفس الشيء بتكون عم تقتل الفرصة انه رفقاتك يفوتوا معك بالبزنس. هلا شو كان لازم انا اعمل؟ كان لازم دغري اجيب لك السي دي وسمعك الغنية لحتى انت ما تاخذ فكرة خاطئة عن الغنية. طيب لحتى انت تنجح بهالبزنس شو لازم تعمل؟ ما عليك الا بس ارجي هالفيديو لرفقاتك. لهلا نحن شفنا نوعين من الاشخاص اللي بيفشلوا دغري بهالبزنس. ان شاء الله انت ما حتكون ولا واحد من هول الاشخاص. هلا السؤال المهم، نحن كيف فينا نطلع 450 دولار كل يوم؟ اذا انا بدي اعطيك ضمان انه انت بعد سنه قادر تطلع 450 دولار كل يوم، ما بحق لي اخذ منك التزام؟ اكيد. الالتزام اللي بدي اخذه منك واللي هو انه انت تعرف لي بس شخصين بشهر، مع العلم انه بس ليخلص الشهر انت ما بتعرف ولا حدا جديد، تشتغل بس مع الشخصين اللي جبتهم، بتساعدهم لحتى هن كمان يعرفوا الشخصين تبعك. طيب بحسب هالالتزام خلينا نشوف النتورك تاعتك انت بعد سنه كيف بتصير. لنفترض انه هيدا انت فتت وعرفت شخص على ميتك شمال، شخص على ميتك يمين، وهيدا اول شهر. هون انت قد ايه بتقبض؟ 30 دولار تعيتك على واحد واحد. اكيد ما بدنا ننسى اللاين اوف بالانس وال 30 دولار جي ام اس تعيتك. هلا ثاني شهر اتفقنا ما حتعرف ولا حدا، حتساعد هدول لكل واحد منهم يعرف شخصين. لكن هذا بده يعرف شخصين وهذا بده يعرف شخصين، مثل ما شايف هذا ثاني شهر. هلا انت بثاني شهر ما حتقبض شيء لانه انت عندك واحد اثنين واحد اثنين، والبلان هي ثلاثة بثلاثة. طيب
تالت شهر كل واحد من هول بيعرف بس شخصين. اكيد كل واحد بس بيعرف شخصين وهاي التالت شهر. نشوف قد ايه انت بتطلع كوميشن. شخص 2 3 مع شخص 2 3 هاي $30. شخص 2 3 مع شخص 2 3 وهي الثاني $30. انت ثالث شهر مطلع $90. بنشوف برابع شهر كل واحد هون شو بده يعمل؟ كمان بده يعرف شخصين. بنشوف برابع شهر قد ايه مطلع كوميشن. شخص 2 3 مع شخص 2 3 هاي 30. شخص 2 3 مع شخص 2 3 هاي 30 تاني. وبيضل عندك واحد 2 واحد 2 للشهر الخامس. طيب اذا النتورك بتاعتك مشي بهالالتزام وكل شخص عم تاخده شهر ليعرف بعد شخصين، انت بعد سنه كم شخص بصير عندك بالنتورك؟ نحسب ونصب. اول شهر مثل ما شايف 2، ثاني شهر مثل ما شايف 4، ثالث شهر 8، 16، 32، 64، 128، 256، 512، 1024، 2048 و 4096 شخص بالشهر 12 لحاله. إذا بدك تعرف قد في عندك أشخاص بالنتورك كلها أكيد بنجمعهم لأنه هول اثنين غير هالأربعة. يعني بتجمع شهر 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تجمعهم كلهم بيطلع تقريبا 8000 شخص. يعني 4000 على ميتك شمال و 4000 على ميتك يمين. انت بهالحالة بعد سنة اذا كل شخص عم تاخده الشهر ليعرف بس شخصين، انت لهون بتكون مطلع تقريبا $40,000. واذا انت مطلع $40,000 كل واحد من هول اللي تحتك مطلع $20,000، كل واحد من اللي تحتهم طلع 10,000، كل واحد من اللي تحتهم طلع 5,000، والكل طلع مصاري بالنتورك الا اخر اشخاص، الا ال 4096 شخص بعدهم هلا فايتين بعد حتى ما عرفوا الشخصين تاعونهم. طيب اذا انت عندك نتورك حلو، كل العالم عم تطلع مصاري وكل العالم مبسوطه، قد ايه برايك نسبه منها بتوقف؟ خلينا نكون احنا متشائمين ونفترض حالة معينة.